وقع كوكب الفتوى بقاع الأرواح وسطع ضي الزلم والليل أخذ سد وتشلب على الهلاه لصوت الأقسام وبدأ يذوب الصخر والموتة تقعد مرحوا مثل حاجوز الأغراب الفضة تفضت الما فضة يرد لا بل من مشى وصاح لهم الموت الله لو مثلكم كل من يهد نشامة ونزجوا من الدم حجابات وطفوا غيظها على المعركة بصد احنا اهلكم لا تخافون اهلكم والله أهلكم.